مشاهدينا، طرح الخبراء المعنيون بالأطفال والتعليم دراسة جديدة حول طريقة الأسئلة التي يجب وضعها للأطفال بعد المدرسة، ووجدوا الخبراء أن الإجابة المتكررة للأطفال بحسن والتي ربما يأس منها الآباء يمكن استبدالها بأسئلة أخرى مثيرة ومهمة بحسب صحيفة تايم أوف إنديا، ويمكن للآباء إجراء محادثة أفضل وأكثر إنتاجية مع الأطفال. فما هي الأسئلة التي يمكن أن نطرحها لخوض حوار ودي بين الآباء والأطفال؟ في هذا الموضوع اليوم سنتحدث أكثر للتعرف على نوع الأسئلة التي ستمكن الأطفال من البوح والإفصاح عن ما يواجههم خلال دراستهم، ونستضيف معنا اليوم الأستاذة ندى الفوال، أخصائية اجتماعية ومدربة أسرة، عبر السكايب للحديث أكثر حول هذا الموضوع. فأهلا وسهلا بك أستاذة ندى. أهلا فيكم، معكم سعيد. بداية أستاذة، كيف نستقبل الأطفال لما يرجعوا من المدارس؟ كيف يجب أن نستقبلهم؟ الحقيقة عودة الأطفال من المدرسة أمر بينتظره كثير من الأمهات، خاصة الأمهات الحريصات واللي قلقات إلى حد ما منهم، فبينتظروا اللحظة اللي بيرجع فيها للطفل حتى يكونوا مجهزين له قائمة طويلة من الأسئلة حتى يعرفوا تفاصيل التفاصيل ما حدث معه خلال اليوم. هذا أمر ممكن يكون جدا متعب للأطفال ومرهق وحتى مربك، لأنه الأطفال غير قادرين على الإجابة عن أسئلة الأمهات كلها، وأحيانا ما بيستحضروا أو ما بيكونوا عندهم مهارة الإجابة عن هي الأسئلة، فبصير الطفل مربك وأحيانا بيتهرب من الإجابة. في أمهات بيقولوا إنه أبنائهم لما يجوا من المدرسة ما بيحكوا شيء، يعني حتى لو سألته ما بيقول لي شيء صار معه باليوم، أو بيكتفي بالإجابة بكلمة واحدة: كل شيء منيح ويومي كان منيح إلى آخره. طب هذا الأمر ممكن يكون مصدر قلق بالنسبة للأمهات اللي حابين يطمنوا على كيفية سير أو آلية سير يوم الطفل بالمدرسة. طب أستاذة ندى، لو نتكلم أكثر حول الأسئلة، يعني ما هي الأسئلة التي تعتقد أنه ممكن تشغل عندهم حاسة الفضول والنقاش علشان نعرف إيش حصل معهم بالمدرسة؟ جميل السؤال. الحقيقة أمر مهم إن لما بدنا نسأل أسئلة للأطفال نسألهم أسئلة مناسبة لأعمارهم حتى يعرفوا يجاوبوا عنها. بمعنى آخر، لما يكون طفل عمره مثلا 3 سنوات اسأله مثلا: كيف كان يومك؟ فهو أبدا غير قادر على الإجابة عن هذا السؤال، بالنسبة له هذا السؤال غير مفهوم، كيف يعني كيف كان يومي؟ لازم اسأله أسئلة محددة، بمعنى اسأله مثلا: اليوم أكلت فطورك كله؟ مع مين قعدت لما أكلت فطورك؟ وقت كنت قاعد بالصف مثلا، مين كان من الاصدقاء قاعد جنبك؟ شو عملتوا مع بعض؟ رسمتوا؟ لونتوا؟ فهو بتي بتساعديه على استحضار بعض التفاصيل والمواقف اللي صارت معه خلال اليوم، وهذا بيساعده على استذكار واستحضارها، وبالتالي الاجابه عنها بطريقه مبسطه وسهله بالنسبه له. اما الاسئله العامه الكبيره اللي هو: كيف كان يومك؟ فهو سؤال غير قابل للاجابه بالنسبه للاطفال الصغار، حتى بالنسبه للاطفال الاكبر سنا ممكن نساله هذا السؤال ويتبعه اسئله ادق ومحدده اكثر، يعني يكون هذا السؤال الاول، لانه انت اكيد الاجابه رح تسمعي: الحمد لله منيح، لكن هل هو فعلا كان جيد اليوم؟ فبدخل ايضا بتفاصيل اساله فيها عن مثلا: شو اطرف شيء صار معك خلال اليوم؟ مين اكثر استاذ محبب بالنسبه لك؟ هي الاسئله اللي ممكن تكون موجهه للاطفال الاكبر سنا اللي بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم والمواقف اللي مرقوا فيها بالكلام. وخلينا نحط ببالنا امر مهم، انه الاطفال غير قادرين على الحديث عن مواقفهم والاشياء اللي مرقت معهم خلال اليوم، صراعات او مشاعر سلبيه، ربما نظره من المعلمه او نظره من الاصدقاء جعلت الطفل غير سعيد ومستاء طول اليوم، لكن هو ما راح يعرف يقول هذا الامر لامه. لكن لما تساله اسئله محدده مثلا: اليوم في شيء زعجك؟ في شيء صار معك خلاك متضايق؟ فانت بتحاولي تربطي الشعور اللي مرق فيه او الموقف اللي مرق فيه طيب بالشعور. أستاذة ندى، يعني في حال يعني سمع الأب أو الأم مواقف صادمة أو ليست جيدة أو مشاكل، كيف ممكن أنهم يتصرفوا في هذه الحالة؟ وخاصة أنت تعرفي يعني الأب والأم ممكن يكونوا عاطفيين وردود أفعالهم سريعة في هذاك الوقت. صحيح. الحقيقة لو مرق موقف، يعني انحكى موقف سلبي، أنا بقدر الإمكان بحاول أخذ معلومات من الطفل قدر الإمكان دقيقة،
بعدها بحدد ما إذا كان يحتاج الأمر إلى تدخل مني كولي أمر أو لا، بيحتاج أني فقط ساعد الطفل من خلال تقديم التوصيات أو نصائح، أو ساعد الطفل أنه يحكي عن موقفه وشو كان، لا شو عمل وشو لازم يعمل. هذا الأمر بيساعد أنه الطفل يعرف يتصرف في المواقف اللي مرق فيها. لكن في مواقف تستدعي، لو مثلا لو أنا سألت طفل مثلا يعني أسئلة دقيقة نوعا ما، ممكن أسأله كم مرة دخلت على الحمام اليوم، في حدا من الأطفال دخل معك، لما يحكي لي تفاصيل حس إنه في حواليها إشارات استفهام تستدعي التدخل، ساعتها أنا ممكن أخذ هذا الموقف كموقف وروح أحكي أو أسأل عنه وأخذ معلومات أكثر من إدارة المدرسة أو المعلمة. لأنه بعض الأطفال لازم نحط أمر ببالنا إنه مو كل الأشياء اللي بيحكوا لنا إياها صحيحة، في كثير أشياء بتكون جزء منها صحيح والباقي يكمله الطفل من خياله، فما بتوقع انه توصلني المعلومه كامله، خاصه اذا كنت عم بحكي عن اطفال من دون 7 أو 8 سنوات. بيحدث معهم موقف ما، لكن هن قدراته ما بتسمح لهم انه يكملوا الحكايه، او ما شافوا اللي صار لاحقا، فبيحكي لك شيء حقيقي وشيء اخر غير حقيقي. فحتى ما ابني او اخذ كلام الطفل كاملا على محمل الجد، لازم احط ببالي انه طالما انه الطفل هو دون 7 أو 8 سنوات، فممكن كثير يكون الحقيقه غير واضحه بكلامه. لكن لو شعرت بالخطر ما من خلال مثلا ملاحظه سلوك الطفل، شعرت انه طفلي مستاء لما بيرجع على البيت، حسيت انه عم يخبي عني شيء، تصرفاته او سلوكه متغير، صاير انطوائي، هون لازم اخذ كلامه على محمل الجد واحاول ابحث عن المعلومات او عن الحقيقه بالتعاون مع المدرسه او المعلمه، مع اداره المدرسه، حتى نعرف وين المشكله حتى ما تتطور وتتحول لمشكله سلوكيه عند الطفل وغيره. طيب أستاذة، يعني هل هناك مثلا مهارات معينة يجب على الآباء والأمهات أن يتعلموها حتى يتمكنوا من مجاراة الأطفال أو يمكن التحايل عليهم؟ لأنه اليوم الأجيال ما شاء الله ذكية، وممكن أحيانا الواحد ما يعرفش يتصرف معاهم، عكسنا كنا هادئين وطيبين يعني وخجولين نوعا ما. صاروا الأطفال بيعرفونا وبيعرفوا مفاتيحنا، خلينا أي نقول، أو والله. بيعرفوا من وراء الأسئلة، فبيجاوبونا بإجابات ذكية ربما ما توصلنا للي بدنا إياه. لكن الحقيقة إنه الأهل قادرين على استشفاف، يعني إذا كان هذا الطفل عم يجاوب جواب ذكي ولا هو فعلا جواب عفوي أو هذا فعلا ما حصل. خاصة الأم يعني بتكون على دراية بسلوكيات طفلة، الأم اللصيقة بابنها، نظرات عينه، تعابير وشه، إيماءاته، بتقدر توصل لها ما إذا كان كلامه صحيح أو لا، ما إذا كان عم يألف حكايات من خياله أم لا هو هذا الذي حصل. ويبقى أيضا الحصول على المعلومة الكاملة من مصادرها أمر محبذ بهي الحالة. شو هي المهارات اللي لازم يتعلموها؟ برأيي أولا وأهم أمر يتعلموه الأمهات تحديدا هو الصبر، لأنه إلحاحنا وإصرارنا على الطفل بأنه نحصل منه على معلومة بيولد عنده سلوك ربما يكذب لأنه هو ما عنده إجابة لك إياها، أو يحكي شيء ما صار لأنه ما عنده شيء وأنت ملحة عليه بالسؤال، أو فعلا هو يكون من الأطفال اللي ما بيحبوا يحكوا عن يومهم لما بيرجعوا، يعني لما بيجي على البيت سعيد ومبسوط ما بيحب يحكي عن أي شيء صار معه بالمدرسة، وفي أطفال كثير هيك الحقيقة. لا، لكن طالما أنه سلوك الطفل طبيعي، تحصيله العلمي طبيعي، ما عم نشوف أي ملاحظات سلبية، فأقبل شخصية الطفل. في أطفال قليلين الكلام، ما بيحبوا يحكوا كثير أو يعبروا بالكلام، في أطفال بيعبروا بالرسم، في أطفال بيعبروا خلال اللعب. في نوع من الأطفال الحقيقة ما بتجي معهم بالطريقة المباشرة اللي هي اسأله ويجاوبني، ما بيعمل هذا الأمر، خاصة إذا عم نحكي عن الأطفال الصغار سنة نوعا ما دون ال7 سنوات. هدول أستاذة الأطفال ندى، للأسف يعني الوقت يداهمنا، وإن شاء الله بنتطرق لهذا الموضوع بشكل أكبر، وتكوني ضيفتنا ومنورانا معنا في الاستوديو الأستاذة والأخصائية الاجتماعية ومدربة الأسرة ندى الفوال. شكرا للدردشة اللطيفة بخصوص هذا الموضوع، يعطيكي ألف عافية. أهلا وسهلا، في أمان مرحبا الله. سعيد.